وخلال جلسة على هامش انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر دشنت خطة استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية ل2050. وأوضح مدبولي أن الخطة تشتمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال زيادة نمو موارد الطاقة المتجددة وزيادة المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية. دعوني أبدأ الآن بأنني كأنها من دواعي فخري وسروري أن أكون من بينكم اليوم بين هذه الكوكبة من العلماء والمهنيين في هذا الحدث الهام والضروري الذي يتحدث عن تغيرات المناخ. وأعتقد الأمن بعد الجلسة الافتتاحية والتي كانت شرفها بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أنه كان الكثير أثارت الكثير من الأفكار التي تم التركيز عليها في الكلمات الافتتاحية، ولهذا سوف أتخذ هذه الفرصة وأنتهز هذه الفرصة لكي أشير إلى بعض النقاط التي أثارناها، وأتخذ هذه الفرصة لأتحدث بالتفصيل عن البرامج المصرية. نوفي إن مصر في مايو 2022 دشنا الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية ل2050، وكان لها أهداف خمس أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. أول هو تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي الاستدامي من خلال زيادة موارد الطاقة المتجددة، ومن خلال أيضا الطاقة المختلفة، وأيضا إعداد التقنيات الفنية الجديدة للتعامل مع وسائل مصادر الطاقة المتجددة. الأمر الثاني زيادة المرونة والتكيف مع تغيرات المناخ ورفع وتخفيف حدة أثار تغيرات المناخ. الثالث وهو تعزيز الإجراءات التعامل مع تغيرات المناخ. والرابع هو تحسين البنية التحتية لتعامل تغيرات المناخ وأنشطة المناخ. والأخير هو تحفيز البحث العلمي والتقنية ونقل التقنية والمعرفة وزيادة الرفع وإدارة للتعامل مع زيادة الإجراءات المناخ، وأيضا رفع زيادة الوعي بين الأطراف العامة. NCEs كلها تشمل 26 أولويات كثيرة يجب اكتمالها بحلول عام 2030، وبعض المشروعات المتفرعة منها من خلال الخطة الاستراتيجية تشمل وكلها تتمحور حول أعمدة ثلاث: المياه والغذاء والطاقة، وهي تمثل كلها نوفي برنامج نوفي. برنامج نوفي، وأعتقد أنها مبادرة مصرية نحو التعامل مع تغيرات المناخ والتحقيق بالطبع أهداف أن البلاد كلها الأهداف التي تسعى البلاد كلها إلى تحقيقها، وهو ما يتواكب مع خطة الاستراتيجية القومية المصرية للتعامل مع تغيرات المناخ، وهي مصممة أولا للربط بين الطاقة والمياه والغذاء وتأمين الغذاء. ولهذا سوف أتحدث بسرعة عن الأعمدة الثلاثة لمبادرة نوفي، أولها هو استراتيجية أن يكون لنا جزء مكون في خطة استراتيجية بحلول عام 2050، وكلها تنعكس على المشروعات وعلى أهداف التنمية المستدامة. ولهذا وفي محور الطاقة حددنا مشروعات يبلغ إجمالي استثمارها حوالي 20 مليار دولار أمريكي، وكلها تركز على استبدال أي محطات الطاقة الحرارية غير الكوف بالطاقة المتجددة. بالنسبة لقطاع الغذاء يجب الاستثمار فيه 3.5 مليار دولار أمريكي، وكلها تتعامل أصلا على التعامل مع المحاصيل في وادي النيل والدلتا،
والتكيف مع الوادي الشمال الوادي الذي تأثر بتغيرات المناخ وخاصة الأقاليم التي تأثرت وأيضا التأثير على وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر المشروعات المياه الثلاثة وتبلغ إجمالي استثمارها 3.5 مليار دولار أمريكي وتركز كلها على محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ورفع مستوى طاقات سين التعامل مرونة في مشروعات الزراعية. وبالتالي نحن أيضا نعتمد أساسا في خلال هذه الأعمال الثلاثة على الشراكات وخاصة مع القطاع الخاص بالتأكيد وأيضا مع شركائنا الدوليين ولهذا نعمل معهم سويا وأعتقد أيضا نعمل بشكل وعنكثب مع وزراء التعاون الدولي وأيضا مع شركائنا الدوليين لكي نجمع لكي نحقق الاجتماع حول من سيقود وعملية التنظيم والتنسيق كل الجهود لكي نحقق أهدافنا نحو تنفيذ هذه الأهداف التي حددتها معكم ولهذا أؤمن أن فيما يتعلق بمحور الغذاء حددنا الشركاء وشركاء من سيقود عملية التنمية في مجال هذا القطاع كما أيضا تعاملنا مع شركنا مع بنوك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والأيفسي والبنك الإسلامي وبنوك التنمية والبنوك الأوروبية ومجموعة البنوك الدولية والبنك العربي للتنمية وأيضا الصندوق الكويتي وأيضا بنك البنية التحتية فيما يتعلق بمحور المياه حددنا الشركاء الأساسيين FDP وأيضا مع الأجهزة المرتبطة به وحددنا أيضا عملنا مع الشركاء والبنك الدولي IFC وغيره من الشركاء الدوليين والمحور الأخير وهو محور الطاقة أيضا اتفقنا مع شركائنا الاستراتيجيين و EMBRD أن يقود هذا العمل في هذا المحور الهام كما أننا أيضا كانت لدينا أيضا فرصة للنقاش مع فخامة الرئيس قبل هذا النقاش المائدة المستديرة لكي نتحدث عن تحدث في التفاصيل نحو تحقيق هذا البرنامج الطموح نحو نقل إنجيجا أيضا كما نقول كل الوقود الأحفوري غير الكف والزراع لتحديث واستبداله بالنباتات الطاقة المتجددة التي يمكن سوف تولد لنا الطاقة ولن تفيد فقط مصر ولكنها ستكون مفيدة أيضا لكل الدول المجاورة وخاصة أوروبا وذلك من خلال برنامج طموح أيضا الذي نناقش بجدية مع شركائنا الأوروبيون وهو تحقيق كابلات للطاقة يربط بين مصر وأوروبا لنقل الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا لن أخذ منكم وقت أكثر للتحدث بالتفاصيل ولكن مرة ثانية نحن نتطلع لمساهمتكم الإيجابية ونحو هذه المشروعات ودعوني أختم كلمتي بأننا جميعا وكحكومة نعمل بجدية ونعمل بكل كامل جهدنا لمدة 4 أو 5 شهور لتحقيق هذه الأهداف والمشروعات المادية الملموسة التي سوف تنهي أو تؤدي بنا إلى نتائج إيجابية ملموسة فيما يتعلق بالتعامل وتغيرات المناخ ونحو تحقيق أيضا كل أهداف التنمية المستدامة ونحو أيضا تحقيق ما يسعى إليه العالم كله وهو الهدف المتمثل في هدفنا الأساسي في COP27 شكرا لكم على حسن استماعكم وأتمنى لكم حلقة مفيدة نقاشية مفيدة في هذا النحو شكرا جزيلا لكم.